صحة جيدة ما شاء الله. راهم دوك اللي ما ضرتش راهم بقاو في المزرعة اللي كان فيها البقر. جيكوا جيكوا البسالة تاع اللي ما بغيناش. جيكوا عطيك كيتا جيكوا شتي العودة ترى ماشي بحال البقرة اليوم. جيكوا عطيك كيتا. اخوان والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة احسن الاحوال ان شاء الله. اشكركم من هذا المنبر جزيل الشكر على الدعم والشجاعة كنتم تكون متواضعة. تحياتي لكم، راكم اعزاز وغاليين، ما تنساوناش الله يجازيكم بخير الدعم والتشجيع، دعمونا بلايك، بارك الله فيكم، تابعوا الفيديو ونتمنى ينال اعجابكم ان شاء الله. هذا تاهو مرام هنا في الحصيدة، الاخرين اللي تياكلوا اعشاب العشب، مرام مبرعين، اللي بغى العشب تيمشي ياكل العشب، اللي بغى التبن تجي تاكل التبن. العودات كذلك هما هنايا جا وحدهم توانسي. كيفما قلت لكم المشكل راه ديال الماء الاخوان، فاش يكون ما كيكونش الماء كيكون قليل في ديك المزرعة تيجيبو من لهنايا. مرة عيت تما راه موجود تبارك الله، تما راه كاينة 250 هكتار، راه ديك المزرعة أكبر من هذه. المشكل اللي فيها هو ديال الماء. بالنسبة لفصل الصيف هذه فيها الماء موجود كيف ما شفتو، كان واحد العيد وغيبقاو هنا ان شاء الله حتى شهر 11 حتى نوفمبر عاد نديهم ديك المزرعة ان شاء الله. ديك الساعة غيبرد الجو ما غيبقاوش كيوردوش بزاف ماشي بحال دابا. سبحان الله هادو راه عجلات عاد ربيناهم، هادو فيهم هاد اللون هذا ما شاء الله. في الاول راه كان غير هاد اللون هذا البني، كان عنده غير كاستيانو. عبدت وما رجعت تبرعوا لي في الحصيدة هاي. هما راهم حاملات مساكنات، راه خصهم كياكلو كيوكلو دابا، راه خصهم باش يربيو داك الشي لي باش يوكلو داك الشي لي عندهم في الكرش، راه خصهم ياكلو شي حاجة مزيان. جيكوا هولا كومو ستاس بونيتا، تبرعتو مع راسكم في الحصيدة تستاهلوكم الخير الظرافات. هما جاو عندي ما شاء الله، جونكيرا ولا جونكيرا سبحان الله العظيم. لفتو شويه مع البقر طلعو في الضياف الجديد، طلعو في البقر. بقات هنا مع الرجل ديالها، شكون غادي كنطحن هادي وما راهو صحة جيدة ما شاء الله. راهم دوك اللي ما ضرتش راهم بقاو في المزرعة اللي كان فيها البقر. جيكوا جيكوا البسالة تاع اللي ما بغيناش. جيكوا عطيك كيتا جيكوا
شتي العودات راه ماشي بحال البقرة يا خو. جيكوا نتكيتا هما 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 دوب شوية مع الماس جيكوا كي تجربش جيكوا نتكيتا عندكم الراعي الراعي راكم رعيتو ديال الماعز شنو بغيتو عاد تجريو عليه ما بقاش كاع يجي لهنا يدور بكم الله يهديكم بقاوش حنا كاع نجيو لكاع على هاد الحقل هذا اخليه ليكم اربحوا انتم مالو البقر داك الراعي ديال البقر هو اللي طالع عليه راه مخشيف واحد الليله لهي وقال السماية تا توصل الساعة ديالو ويمشي وقال هنا طير ما شاء الله كما كتشوفوا راه سمحوا في الحصيده وجاو لهنايا كياكلوا هاد العشب ما شاء الله اللهم صل وسلم على رسول الله دور العجلات هادو تبارك الله ديال العام الفايت ضروبات راهم ولاو ضروبات ما شاء الله وزيدوا عند البقر جريو على البقر حقارات يبان لكم الماعز صغير حقرات في حيوانات راهم تاهما فيهم الحقرة سبحان الله العظيم شغل الانسان دائما كتلقى الكبير بغى ياكل الضعيف شيء طبيعي هكا ضروا خير الولاد ديالهم لهي وهما جاو لهنا كيرعاو في هاد الأعشاب هادي اللي كتشوفو هاد الأعشاب راه مزيانة أحسن من التبن غنية بالفيتامينات و كتعطيهم الطاقة